طيب دكتور سمير، عندي سؤالين محتاجة أفهمهم من حضرتك. أيوة. تتوقع رد الفعل الروسي إيه؟ الحاجة التانية، هل هيزيد الموقف اشتعالا؟ آه طبعا، نجاوب على الـ 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 السؤال الأخير الأول. طبعا هيزيد اشتعالا. احنا كان عندنا أمل، لأن الأسبوع اللي فات كان في كده رومرز، إشاعات إن في اتفاقات من تحت الترابيزة بالظبط، إن بين روسيا وبين أمريكا. أيوه. وإنهم حيصلوا إلى اتفاق، فكنا عندنا أمل فجأة مرة كده يطلعوا يقولوا خلاص هنوقف الدنيا. لكن بكده النهاردة أنت زودتي احتمالات استمرار الحرب، خاصة مع الاف 16 اللي لسه هتخش في اكتوبر اللي جاي. فاذا انت ما عادش الدنيا مطولة، العملية مطولة. برافو عليك. انما احنا بنقول ان احنا عندنا امل في بعض الاحيان، ان امريكا النهاردة داخل على موضوع انتخابات قادمة للرؤساء، فممكن النهاردة يبقى ده احد الحاجات اللي هي تخلي الرئيس الامريكي يحاول في خلال فترة قادمة ان هو حقق السلام، وحقق ان احنا وقفنا الحرب بين الدولتين. فاعتقد ممكن دي تحقق في فترة، ونفاجأ ان السلام عاد، خاصة هذه الحرب يعني حققت خسارة لكل دول العالم. صحيح. في المجال الاقتصادي. صحيح. رد الفعل الروسي تتوقع ايه؟ رد الفعل الروسي، طبعا الروسي انت عارف هم عندهم قوة نيرانية كبيرة جدا، عندهم الصواريخ اسكندر وكينجال اللي هو الوالد. ترد بنوع مختلف تماما. هيرد طبعا بردود قاسية وكبيرة. وهنا بقى ممكن اذا استهدفت المدنيين بهذه الذخائر هنلاقي برضو تنوع جديد وشكل جديد في اشكال القتال. يهاجم بقى المحطات، القطارات، وسائل الاتصال، محطات الكهرباء. فما هو انت بتتصعدي بحاجه، انا بكون جاهز الناحيه الثانيه. واحنا عارفين الكلام ده ما هوش مشكله، وعندهم طبعا سيناريوهات كل التصاعد هيتم ازاي. فعشان كده حقيقي انا اصبت باحباط من امبارح، من ساعه ما وصل لنا هذا القرار. ده صحيح، ده صحيح. خلينا نتابع ونفهم من حضرتك بعد اذنك دكتور سمير. شكرك فندم. شكرا جزيلا. فكر الاستراتيجي الكبير دكتور سمير فرج. كم ساعة اللي فاتوا لقيت على السوشيال ميديا فيديو منتشر قوي، وحالة الفيديو طبيعي انها تعمل حالة من التعاطف، لانه والدة اللاعب عمر شتا، لاعب المنتخب، حصل على الميدالية الذهبية في بطولة اندونيسيا، وطلع والدته في فيديو شهير موجود على السوشيال ميديا. جزيرة زعيته ورصد اشتغلت عليه، والدنيا كلها مقلوبة على